هذا الملعب بنيناه احنا ونجزناه احنا ملكناه في وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق وشراكة مع جماعة سفن جولد بتمويل كلي من الوزارة تدخل في البرنامج ديال وزارة الشباب والرياضة لسنة 2019 النهوض بالبنية التحتية الرياضية وتوسيع شبكة ملاعب القرب على الصعيد الوطني. هذا النوع ديال الملاعب ديال القرب تسهل الولوج ديال المواطنين وكافة فئات المجتمع وخصوصا الأطفال والشباب والمرأة الولوج للأنشطة الرياضية والبرامج الرياضية وتنظم الرياضة وتمأسسها وتعقلنها وخاصة كان الملعب ديال العشب بحال هذا كما تشجع الجمعيات الرياضية على الانخراط في العصبة والمشاركة في البطولة لأن هذه من الشروط اللي تشرطها الجامعة والعصبة هو يكون الملعب معشوشاب وفيه المعايير المطلوبة. إذا لا تخفى عليكم مرة أخرى أهمية الرياضة في المجتمع وفي التربية وفي إرساء أسس السلم الاجتماعي والإدماج الاجتماعي لمختلف فئات المجتمع ومحاربة الفقر لأن ملي تنديرو بحال هذا الملعب في الوسط القروي راه داخل حتى في محاربة الهشاشة والفقر لأنه تنوفروا لهم واحد الفضاء جميل للممارسة. اليوم حنا في جامعة سفن جولد في إطار تدشين واحد المعلمة تنموية في المنطقة اللي كيشرف عليهم السيد عامل صاحب الجلالة العالية إقليم تارودانت والسيد والي جهاز في سماسول وفد المرافق لهما. كنشكر السيد العامل والسيد الوالي على هذه الزيارة وعلى هذا التشريف لنا بتدشين اللي دشنا من خلال هذه المحطة هذه ومن خلال هذا اليوم التنموي بامتياز بجامعة سفن جولد اللي قمنا بتدشين واحد المعلمة الأولى اللي هي واحد مشروع رياضي معلمة رياضية فنية اللي هي ملعب القرب بجامعة سفن جولد اللي من خلاله هذا الملعب هذا اللي غادي يخلق واحد متنفس لكافه الشباب وحنا كنعرفوا ان رياضه كره القدم هي متنفس ديال كافه الشباب على المستوى المحلي وحتى على المستوى الوطني والدولي وبالتالي رياضه كره القدم كما كنسميوها محبوبه الجماهير اللي عليها واحد اقبال كبير من طرف شرائح مختلفه من 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 الشباب ومن فئات المجتمع. اذا هذا الملعب هذا غادي يوفر واحد فرصه قيمه للشباب انهم يسقلوا على المواهب ديالهم وانهم يعمروا وقت الفراغ ديالهم وبالممارسة الرياضة ولما لها من هذه الرياضة من منافع وكذلك من فوائد وحتى من أهداف أخرى كمحاربة الانحراف محاربة الشباب من الوقوع في مختلف أشكال التطرف. والمحطة الثانية اللي هي تدشين دار أرقان، دار أرقان لهذه المعلمة اللي شرف عليها سيد عامل إقليم صاحب الجلالة مشكور جدا من بين المبادرات القيمة اللي كيقوم بها في إقليم تارودانت اللي هي تتميل المنتوجات المحلية. حنا في تفين قلت اللي عندنا منتوج محلي فريد من نوعه اللي هو ارغان وارغان اللي واحد النوع من ارغان الخالي لان جامعه سفن جولد واحد المنطقه الجبليه اللي هي بعيده شويه على الضيعات الفلاحيه وبالتالي الارغان ديال هنا اللي كتعتبر من اجود انواع ديال هذا الزيت وبالتالي هذا الارغان غادي تعتبر واحد فرصه واحد مشروع قيم انه يحتضن ويحتوي كافه التعاونيات على المستوى المحلي التعاونيات اللي كتشتغل على ارغان اللي كتشتغل على تثمين على انتاج وتسويق الارغان وبالتالي هذا المشروع غادي يساهم في تثمين المادة أولا وكذلك غادي يوفر لنا واحد فضاء أن التعاونيات يلقاو واحد فضاء اللي لأن كنعرفوا أن الإشكال اللي كيواجهوا التعاونيات كيتمثل في جوج الحوايج اللي ما تكونش عندهم المقرات في ديال الاشتغال التعاونيات خصوصا التعاونيات الفتية والمبتدئة ما تكونوش عندهم المقرات ديال الاشتغال ثم ما كيكونوش عندهم الآليات ديال التسويق للبرودوي ديالهم ولا المنتوج ديالهم وبالتالي دار أرقان غادي توفر لنا حنا هاد الخدمات هذه غادي تساهم أنها توفر واحد لان دار أرقان كتوفر على واحد تجهيزات لازمه لانتاج الارغان مختلف التجهيزات سواء الارغان ديال البرودوي كوزميتيك ولا للمونتير يعني الموجه للاكل وحتى الموجه للتجميل التعاونيات اللي ما لقاوش هذه المواد ولا هذه التجهيزات مسبقا انهم لم تكن تتوفر على هذه التجهيزات من اجل تسهيل العمليه ديالها ديال الانتاج وبالتالي دار أرقان الان
غادي توفر لها وفرت لها مختلف هذه التجهيزات، وكذلك اضافه اخرى اللي هي العرض والتسويق. يعني كنتمنوا ان دار ارغان والاشتغال عليها غادي تشتغل بزاف على التسويق ديال هذا دار ارغان وتفالوريزي، لان كنهضروا على التثمين تعطيه، وهو اصلا ارغان عنده قيمه على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي. دار ارغان كنتمنى انها تساهم في تثمين هذا المنتوج وتسوق لنا وتسوق للتعاونيات ديال 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 ارغان على المستوى المحلي. وكنتوجه بجزيل الشكر من جديد للسيد العامل، للسيد عامل صاحب الجلاله لاقليم تارودانت، وكذلك والي جاسوس مساء على هذه المبادره القيمه اللي قاموا بها، واللي لا محاله بطبيعه الحال غادي تساهم بالنمو وبالرقي بالمؤسسات التنموية بجامعه تيفين غولز. وتحياتي لكم كذلك، شكرا لكم على الحضور.